السلام عليكم، معكم فدوى وقناة قطوتي. الوصفة ديالنا اليوم هي ميني بطبوط معمر أو البطبوط صغير معمر، رائع جدا في المنظر وفي المذاق، سهل وبالحشوة اللي هي اقتصادية. غادي نوريكم الطريقة باش ما تخرجش لكم نهائيا الحشوة، يجي على هذا الشكل رطب وتجي الحشوة الداخل ديالو رائعة جدا. كنتمنى أنه ينال إعجابكم وفرجة ممتعة. اذا غادي نبداو على بركه الله. وغادي نحتاجو في المقادير: عندي 400 غرام من الدقيق الفورس او الدقيق الابيض، 200 غرام من الدقيق الفينو او ما يعادل الزلافه واحده، عندي ملعقه كبيره من الحليب المجفف او نيدو، عندي ملعقه كبيره من السكر سنيده، ملعقه كبيره غير ممتلئه من الخميره، وعندي قبصه الملح. هادو هما المقادير. ثم غادي نضيف لهم 2 معالق كبار من الزيت. الدور ديال الزيت هو ان البطبوط يبقى لينا رطب اطول مده ممكنه وما يجيناش كيتجبد فاش يطيب. غادي نحتاجوا الماء، غادي نبقى تنعجن وتنضيف الماء، من بعد غنقول لكم شحال بالضبط ديال الماء اللي استعملت في عجن هذا البطبوط. غنبقى تنضيف في الماء وانا كنعجن حتى يتجمع لي العجين جيدا. كتبقاو تضيفوا في الماء شويه بشويه وانتم كتعجنوا، كدلكوا العجين حتى غادي تعجنوا العجين تتكون العجينه ماشي قاسحه، ثم ما كتكونش رطبه بزاف، انما تتكون على هذا الشكل، تتكون عجينه بحال عجينه الخبز. كنخليوها وتندوزوا للحشوه. بالنسبه للحشوه عندي هنايا 2 جزرات محكوكين، عندي بصله بالحجم الكبير مقطعه مربعات، وعندي الفلفل، عندي 2 فلفلات مقطعين مربعات. كيمكن لكم تستعملوا اي خضار بغيتو. وبالنسبه للعطريه عندي ملعقه صغيره من الكمون والتحميره، البزار والخرقوم والملحه. كيمكن لكم تستخدموا العطريه الخاصه بالبسطيله او اي عطريه بغيتو. من بعد كنضيفوا الزيت وكنخليو الخليط او الحشوه تشحر على نار عاليه باش ما تطلقش لينا الماء. كنستمر في التحراك جيدا، ممكن تكون النار دائما عاليه باش ما تطلقش ليا خضر الماء. غادي نضيف واحد المطيشه اللي هي مقطعه، غادي تفزق لينا الحشوه، ما غاديش تجينا الحشوه ناشفه. كنكون حيدنا ليها القشور وقطعناها على هذا الشكل، وغادي نضيفوها على الحشوه وغادي نستمروا في التحريك حتى غادي ينضج لنا الخضر وغادي توجد الحشوه ديالنا. من بعد ما طاب الخضر ودبل غادي نطفي الفرن، ثم غادي نضيف 2 معالق كبار من الربيع او القزبر ومعنوس، وغادي نضيف علبه من الطون ديال الزيت بهذا الشكل. اذا غادي تكون هذه هي الحشوه ديالتي. غادي نخليها حتى تبرد جيدا باش يمكن ليا نستعملها في حشو البطبوط. من بعد كنرجعوا للعجين من بعد ما ارتاح جيدا، غادي نقسموه لجوج كويرات بهذا الشكل باش يسهل علينا اننا نطلقوه بالمدلك. من بعد كنجيبو مدلك وكنطلقو العجين ديالنا باستعانة بالدقيق. دائما كنرشو البلاصة فاش كنخدمو او سطح العمل بالدقيق، وغادي نبداو تنسرحو في العجين لواحد السمك اللي يكون رقيق جدا باش ما يجيناش البطبوط ديالنا غليظ وتجي فيه يجي الداخل ديالو فيه الباب بزاف. غادي نحاولو اننا نطلقوه جيدا بهذا الشكل. وغادي نجيب اي اداه باش نقطع، كيمكن لكم الى عندكم
القطع على شكل دائري، او تستعملوا فقط زلافة عندكم وتقطعوا بها على شكل خبيزات صغار او بطبوطات صغار بهذا الشكل. ومن بعد غادي نجيب الحشوة اللي غادي تكون بردات تماما، كيمكن لكم انكم تضيفوا ليها الجبن المبشور او الفرماج احمر، ويمكن لكم انكم تخليوها فقط هكا كتجي بنينة بالطون اللي عزيز عليه الطون، غادي تعجبو هاد الحشوة. وغادي نحاول انني نعمر ونكتر شوية من الحشوة باش ما يجينيش البطبوط خاوي من الداخل، وغادي نحاول انني نوضع في كل دائرة الحشوة ديالي، وغادي نجمعها من الجوانب على شكل كرة ونخليها ترتاح المرة الثانية. من بعد ما كيرتاح العجين مرة ثانية، كنجيب الدقيق وتنرش سطح العمل، وتنحاول انني نقرص الخبيزات ديالي بهذا الشكل، ما يكونوش رقاق انما يكونوا بهذا الشكل، ما غاديش تخرج لينا نهائيا الحشوة لان العجين رطبة وما غاديش تطرطق لينا نهائيا. مباشرة من بعد ما كنتهي من البطبوط كله تنقرصه على شكل بطبوطات صغار بهذا الشكل، غادي نجيب واحد المقلاة اللي تتكون ثقيلة وغادي نوضعها على نار تتسخن جيدا، ثم غادي ندير النار اللي تكون متوسطة، وغادي نحط البطبوطات ديالي. غادي يهز ليا المقلاة تقريبا 3 البطبوطات حتى الـ4، وغادي نبدا تنطيب فيهم بهذا الشكل. غادي نحطهم على هاد الوجه، وغادي نجيب الزيت النباتية وغادي ندهنهم بواحد الشيطة باش تعطيني اللون اللي هو ذهبي، وتجي يجي البطبوط ديالي محمر. من بعد ما كنتاهي من الطياب ديال البطبوط ديالي تيكون على هذا الشكل، تيكون محمر رائع، كيجي بهذا الشكل، كيجي رطب ومن اسهل ما يمكن لنا اننا نوجده في الايام العادية او في ايام رمضان، كيجي رائع وما كتخرجش نهائيا الحشوة، كيجي رطب على هذا الشكل. كنتمنى انه ينال اعجابكم، انكم تشاركوا في القناة الى اول مرة كتزوروني، وتخليوا لي تعليقاتكم المشجعة، ديروا لايك للفيديو إلى عجبكم بهذا النوع ديال الفيديوهات، وإلى الفيديو القادم بإذن الله.